يعني هو محيرنا، يعني يدي طيب ماشي، يدي شرير ماشي، يدي رجل اعمال او محامي ماشي، يدي درويش قوي، يدي شطان بعد الشر عليه لايق. النجم الكبير يا فهمي، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا استاذ عمرو. اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ ايهاب؟ اهلا بيك يا استاذ ايهاب. والله خطوه عزيزه. ميرسي جدا ومبروك الاخ الكبير. ربنا يبارك لك. مين الاخ الصفيه؟ ده سؤال من السؤال ده كل يوم. السؤال ده بقاله شهور مستمر وعايش معانا، بس بكره ان شاء الله هنقول لكم مين الاخ الصفيه بكره. وبنوعد الجمهور بمفاجآت كتيره جدا في اللحظات الاخيره. انا متوقع شريف، متوقع ان انت الموت صفيه. مش عارف ليه. هو مدبر. ها اكيد اكيد باين طول الاحداث انه مدبر، لكن هي مفاجاه واللي هيكون قاتل جمال جارهم يا عامل دور اكيد برضو، يعني اللي هو في عمليه القتل جمال جارهم. والله بصي اي حد يعني اقدر اقول لك ان انا ممكن ابسط لك الموضوع. اللي قتل ملوش علاقه باي حد تبعناه او موجود معانا، لكن هي مفاجاه يا هتوهكم من بره خالص. يعني طيب لحد بكره.